www.sudanesesongs.net. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الجلسة الفنية الجديدة. جلسة مع منصور حسينة، جلسة مع منصور حسينة. جلسة ما منظور مسيلة، والله ما منظور مسيلة. الجلسة النهاردة في رحاب الخرطوم، عاصمتنا الوطنية، العاصمة يعني الحامية، والعاصم هو السوار الذي يحيط بالمعصم فيحميه، ولذلك العواصم حماية الأوطان. والخرطوم عاصمة السودان وكبرى المدن، لها تاريخ حافل في العمل وفي النضال وفي الفن وفي العلوم وفي كل اتجاه. والخرطوم حفلت بالشخصيات الذين تولوا إدارتها على تاريخ طويل، يعني أنا أذكر منهم محمد خليل بيتيك بعد الاستقلال، اللي كان يلقب بولي الله بيتيك، الجرائد كانت تقول ولي الله بيتيك، وأحمد مكة عبده. ثم بعدين نذكر منهم مهدي مصطفى الهادي، والآن لا بد أن نحيي السيد الوالي المنتخب الدكتور عبد الرحمن الخدر، ونهدي له ولكل الأسرة في الولاية هذه الأهزوجة للشاعر أحمد إبراهيم فلاح. يلا نقوم نتوجه الخرطوم عاصمتنا، دي حيغنيها لنا ولدنا شريف الفحيل القاعد جنبي ده. نتوجه الخرطوم عاصمتنا، يلا نقوم نتوجه الخرطوم عاصمتنا، ويلا نقوم نتوجه الخرطوم عاصمتنا، يلا نقوم نتوجه الخرطوم نقوم اليوم، نزري الحسود مضيوم بإرادة الغيوم عاصمتنا، يلا نقوم نتوجه الخرطوم عاصمتنا. ونقضي آخر اليوم في سينما الكولوزيوم سهرتنا،
يلا نقوم نتوجه لخرطوم عاصمتنا. شكرا يا شريف. الشاعر قال: لك يا منازل في القلوب منازل. والمنازل هنا ما المنازل الساكنين فيها نحن دي؟ المنازل هنا منازل العرب الرحل، حيث ينزلون للرعي، يسموه المنزل، يسموه الفريق، يسموه الفرقان، ويقولوا فرقان العرب اللي بينزلوا فيها. والمنازل ممكن تكون متعددة تضمها دار، الدار فيها أكثر من منزل، عشان كده يقولوا الرحول عز العرب، معناته عندهم منازل كثيرة يطلع في واديهم من مكان إلى آخر بالرعي والموية. وعشان كده برضو نقول دار البديرية ودار المسيرية ودار حامد ودار فور ودار المساليت، دي الدور دي اللي تحتوي على المنازل المتعددة، يعني المنازل فرقان وبعدين تضمها الدور. عشان كده نحن أخذنا اسم الفرقان، جبنا المدينة سمينا الفريق، وأصل ما خد من البادية، فرقان العرب اللي بينزلوا كل ناس عندهم فريق براهم. والفرقان اللي سميناه فريق، هسه نقول نحن فريق الموردة، نقول فريق والدرو، نقول فريق بروف في العاصمة، نقول فريق الخرطوم شمال، الخرطوم جنوب، السجانة، الديوم، دي الفرقان أخذناها من فرقان العرب. وغنينا للأحياء، غنينا للفرقان زي ما القدام غنوا برضو للفرقان، وغنوا للأحياء، غنوا للأماكن اللي عندهم فيها ذكريات، من أغنيات أم درمان بالذات، ومن أغنيات المسالمة اللي غنوا لها كثير جدا البنات، هيسمعونا لي في المسالمة غزال نافر بغني عليه، من إبداعات الفنان الراحل الفاضل أحمد.
شكرا ابدعتم. استاذنا خليل فرح قال قد يا مولاي حافي حالي للطريق الشاقي الترام. فواحد بيقول حافي، طب حافي ما هي حالي، كيف يقول حالك حالي خليل فرح؟ قد يا مولاي حافي حالي للطريق الشاقي الترام. التراب ده كان يعني من معالم العاصمة، ربما كانت من أولى البلدان الإفريقية اللي دخلت رومها، وكان لغاية الستينات، لكن الأحوال تغيرت ودلوقتي بقت الباصات، والباصات بقى عندها أغنيات، والأغنية بتاعت الباص حيركبنا فيها إن شاء الله محمود عبد العزيز، مش عارف حيتدول في العاصمة والله حيمرقنا برا.
مركت من الخرطوم في ربك ما شاء الله. نرجع تاني، نرجع مرجونا. طبعا يا شباب اكتر منطقتين يتغنى ليهم في هذه العاصمة المجرن وتوتي. نسايم الليل حل فوتي وبيوتكم وين في جزائر توتي. وبعدين عمنا عبد المعين يا جزيرة توتي يا جنة فيك الإنسان يتهنى. وبعدين شوف توتي يا المحبوب بدت كالطف لباك يا تنه هذا. يا سلام بيتنا الصباح هتغني لي توتي. تهنئة 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 لك ولأهل توتي. يلا غني. صباح عمنا عبيد قال للجوز ما نسينا وللجوز ليس نجهل فيه وجدنا عينا وفيه وردنا من هل. للجوز ده غنى للجوز، لكن عمنا ابو صلاح مشى من الجنوب الى الشمال فغنى للخوجلاب يا قلبي من نشالك مين. عاصم البنا حيقول لنا وقال حيرمي كمان طبعا مزرعة. تجمعنا من شتى من شتى تجمعنا من شتى ثلاث وأربع وواحدة حتى كهن ثمان. تجمعنا من شتى ثلاث وأربع وواحدة حتى كهن ثمانية. وأقبلنا من أقصى البلاد يعدني وإذا لم يعرفنا خلقا سوائيا. يعدن مريدا هن هيجن داءه ألا ألا
إنما بعض العوائد دائية. ما كنت رايق ساكن في صفو تأمين في الخجل يا قبري مني شالك فيه. ما كنت رايق ساكن في صفو تأمين في الخجل يا قبري مني شالك فيه. كنت رايق ساكن في صفو تأمين في الخجل يا قبري مني شالك فيه. الجمال والدلة صابنا نمشي العين شفنا السيوف تتجرد من عيون واسعين. بين الجمال والدلة صابنا نمشي العين شفنا السيوف تتجرد من عيون واسعين. صح وهم فاقد عقله بين جريح وبعيد الناس يروحهم تسعوا لي روح تسعين. رايق ساكن في صفو تأمين في الخجل يا قبري مني شالك في الخجل يا قبري مني شالك مني شالك. الله يفتح عليك يا عاصم، شكرا جزيلا عاصم. استاذنا الجغري والله يرحمه احمد محمد الشيخ، الناس بيغنوا لحي او يغنوا يعني مثلا لفريق ولا لشارع، لا ده مسك الخرطوم غنى لها حي حي، خرطوم ثلاثه حله جديده جوار الاسبيتاليا ما خلى حاجه. ولكن نادر حيسمعنا جزئيه من سميري المرسوم في ضميري لعمل الجغريوي. يا نادر زمان ايام الريحة القديمة ديكا قلت لكم قبل كده كانت في ريحة السيد علي المرغني، ريحة السيد عبد الرحمن المهدي، هم طبعا بيقولوا ريحة جنينة السيد علي المرغني، ريحة جنينة السيد عبد الرحمن المهدي، بعدين ريحة جناين شنبات، وبعدين طبعا ريحة كرومة دي طبعا المطربة الوحيدة اللي عملوا له ريحة طبعا عبد الكريم كروان السودان طبعا يا اخي ما عنده كيف. يا سلام طبعا شنبات خلدها استاذنا
عبيد عبد الرحمن الجمعة في شنبات، وأبدع فيها العبقري إبراهيم الكاشف، وسيبدع فيها جمال الدين فرفور الشهير بجمال مصطفى. صغيرة
هايل يا جمال، هايل هايل، شكرا لك الفرقة الموسيقية، شكرا أستاذ محمدية والشباب جميعا. التحية لأبناء الخرطوم ولجميع أبناء الوطن العزيز، إلى اللقاء. قمنا على وهلنا.